نبيل العرعري هو أصيل جهة مكثر ولاية سليانة، مستقر بتونس، كان تنقل إلى جهة مكثر بالتحديد في العرعرية، وصل على الساعة 10 تقريبا ليلا على إثر وفاة أحد يعني الشبان انتحارا في جهة مكثر، وحصلت مشادة كلامية بينه وبين الحرس الوطني بسليانة وأيضا مساعد أول لوكيل الجمهورية، بسبب يعني أو على خلفية عدم يعني ما كانش عدم وجود الآلات الضرورية والوسائل الضرورية لمعاينة الجثة، فحصلت مشادة كلامية، فهدد يعني الحرس، خاصة الحرس والمساعد أول لوكيل الجمهورية، أساسا الحرس المسمى رؤوف، هدد نبيل العرعري بالسجن، وشمس ما عادش تشوفها، ومازلت معارض لتوا، وكانت فرصة للانتقام من نبيل العرعري لضرب الرمزية التي يتمتع بها في ولاية سليانة، لأنه معارض وقيل له أنك معارض ولا زلت إلى اليوم معارض، ستدفع الثمن، لأنه قاد عدد من التحركات في جهة مكتر وجهة سليانة، قدموا له استدعاء وقالوا له بالحرف الواحد من بعد نهارين مش تدخل الحبس وتسبح حبس والشمس ما عادش تشوفها، بعد نهارين قاموا بإيقافه، أي بعد السبت والحد، قاموا بإيقافه نهار الاثنين، أعطوا استدعاء للحضور 9 صباحا بمنطقة الحرس الوطني، كان العون رؤوف قال لهم ترجعوا مع 3، واتضح فيما بعد أن كانت الغاية يعني إخلاء المنطقة، منطقة الحرس، من إطاراتها وأعوانها باش يستفردوا بنبيل. وقت اللي رجع نبيل ومحسن يعني على الساعة 3 مساء، كان رؤوف فقط في المنطقة، مشى يعني وجاب معاه 3 من طلائع الحرس، وهو اللي أمر بتعذيب نبيل العرعاري ومحسن خليف، وبإشرافه هو مسمى رؤوف، بأبشع طرق يعني التعذيب، استعملوا معاه يعني الماء البارد، الماء السخون، ضربوه بالعسي معناها الخشينة على كامل مناطق الجسد. أولا الحصيلة أنه محسن خليف عنده خلل بالعمود الفقري بتاعه. بالنسبة لنبيل العرعاري أذنيه نقبت والدم ينزف معناها من أذنيه، عنده انتفاخ في الكلى، يتبول معناها الدم، وعنده رذوذ في كامل الجسد وخاصة في مستوى الركبتين. وكنت كلسان دفاع عاينت الأضرار هذه، وأيضا مع القاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسليانة، عند يعني في جلسة الاستنطاق الأولى عندما جاء نبيل يعني بصعوبة، يعني كان يتركز على الحيط باش يوصل وقتها للبيرو كي يتحرك بالسليانة. المشكل انه الى حد الان كلسان دفاع قدمنا بتقارير بمطلب العرض على الفحص الطبي المختص، هذا اقل واجب ممكن يقوم به معناها المحامي. نشكر ايضا القاضي التحقيق الثاني بالمحكمه الابتدائيه بالسليانه اللي استجاب لطلب معناها لسان الدفاع وقضى بمعناها قدم ماموريه لعرض نبيل العرعاري على الطبيب الشرعي لإثبات مدى توفر التعذيب من عدمه، وبعد مماطلة كبيرة جدا من إدارة السجن المدني بتونس، مماطلة كبيرة تحت ضغط لسان الدفاع وأيضا التحقيق، عرضه على الطبيب الشرعي رغم نقائص التقرير، نقول لأنه في حاجة إلى عرض جديد إلى على الطبيب الشرعي رغم النقائص، إلا أن ذلك التقرير أثبت آثار التعذيب التي تعرض لها نبيل العرعاري. نبيل العرعاري في وضع صحي خطير جدا، ونخافوا أنه معناها يموت داخل، لأنه عنده معناها التعفن، عنده أذنيه معناها يلزم يقوم بعملية جراحية معناها فورا. تم معناها الاعتداء على نبيل العرعاري في كامل الجسد، ويكفي أني أقول ولا أتحمل مسؤوليتي أني نخاف على منوبي من الموت داخل السجن، وأكثر من ذلك أن نخاف منه من حصول مكروه بالعرعار، لأنه تعرض إلى التهديد في أكثر من مرة لثنيه عن تتبع الجنات الذين ارتكبوا في حقه جريمة تعذيب، طلبوا منه
أكثر من مرة وعملوا معايا جلسات في السجن المدني بتونس، كي تخرج القصة نتاعك ما تجبدش التعذيب وما تجبدش تكون عادك، ويتعرض إلى التهديد والانتقام والتهديد بالتصفية أيضا من قبل الأعوان ومن قبل المرشد، مرشد السجن المدني بتونس أيضا. إحنا لا نريد تدخل بخصوص نبيل العرعري، إحنا نريد احترام القانون. هذه الحكومة عار عليها بعد الثورة، عار على هذه الحكومة اللي تضرب عارضة الحائط بالمواثيق الدولية وبالقوانين الوطنية، وشجعت على الإفلات من العقاب، واللي يرتكبوا جريمة التعذيب يشعروا اليوم أنه عندهم نوع من الحصانة. ذاك علاش هما يستمروا يوم بعد آخر يستمروا في ارتكاب هذه الجريمة. ذكرنا الحكومة هذه، وزارة العدل ووزارة الداخلية تذكرني بحكومات الدكتاتور الهارب. سيء الذكر، كان يركز على النص الجميل، ولكن في التطبيق هناك معناها خرق واضح للمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان. نبيل العرعاري قاعد يقع انتقام منه، قاعد يقع تنكيل به على خلفية انتماء الحزب وعلى خلفية نضالات بتاعه اللي قام به في الفترة الأخيرة، خاصة في الجهة جهة سليان ومكثر. إلى حد الآن حسب علمنا مازال ما وقعش توجيه ليه تهمة نعرفوها، أنه احتج على الظروف بتاع التحقيق وظروف بتاع الاعتقال، أنه وقت اللي حذر هو وراهم كيفاش يبحثوا، كيفاش جايين يبحثوا في معناه واحد ميت وجايين يبحثوا هما بالضوء بتاع البورتابل ويقيسوا بسبتة ما عندهمش حتى باش يقيسوا والدنيا ظلام. معناه في الحقيقة هذاك علاش بالنسبة لنا نحن المرجح أنه تنكيل به، وأنه الحاجة اللي سمعناها من عائلته، وأنه وقع اعتداء عليه اعتداء فظيع، وأنه ممكن حتى كانوا مش يسيبوه، معناه مش يقع اعتداء عليه ويقع اطلاق سراحه، لكن وقت اللي تضر جراته أضرار بدنية كبيرة وقتها اضطروا أنهم يواصلوا الإيقاف بتاعه، وإلى حد الآن مازال موقوف. أوضاعه سيئة للغاية، عمل لضرب جوع معناها المدة طويلة، ونحن الحاجة هذه زادت معناها تقلقنا إلى أقصى حد كيفاش التعذيب مازال متواصل إلى حد الآن بعد الثورة بتاع 14 جانفي، بعد الثورة هذه بعد عامين من الثورة مازال متواصل كما كان وقت بن علي وأكثر اليوم في ظل حكومة النهضة وحكومة الترويكا. ونحن نطالبوا بإطلاق سراحه فورا، ولو كان عنده جريمة كان الجريمة ثابت عليه يتحاسب على الجريمة، لكن احنا بالنسبة لنا نرشحوا أن الجريمة مش ثابت عليه وما هيش موجودة وما فماش منها خلاص، وإنما هما ينكلوا به للنضالية بتاعه والكفاحية بتاعه للاحتجاج بتاعه والانتماء والحزب، حزب العمال، خاصة أن الحزب في جهة سليانة كان منذ مدة كبيرة والحزب متهم أنه هو وراء الاحتجاجات وراء التحركات في الجهة هذيك.